بعد ما اخذنا الديفراجمنت التشظيه، اليوم محاضرتنا هي شنو على الكلين اب، تنظيف القرص بنظام التشغيل شنو ويندوز. اكو عاصفه صارت، نظام الويندوز يحتاج تنظيف لان اكو بي ملفات زايده او جذور الملفات. واضح؟ واضح استاذ. نعم استاذ. واضح استاذ. شايفين مرات من نصب برامج كلش هواي، ونمسح برامج وننصب برامج ونمسح برامج، بالحقيقه البرنامج ما راح ينحذف كله، هو والجذور مالته راح تبقى جذور. ودليل على الجذور، اذا تشوفون القرص هسه من نجي نجيب هارد مستخدم حجمه 500 جيجا، راح نشوف انه اكو في جزء من ال 500 جيجا رايح. هسه قد تكون كيلو بايت يعني، او ميجا يعني، يوصل مرات واحد ميجا 2 ميجا هيجي. هذين الملفات لازم شو نسوي؟ لازم نحذفهم. وهذين الملفات الجذور مالتهم متاثر على الـ الاداء مال الحاسبه. كل شيء يتعلق بنظام الويندوز لازم نحسب له حسابات. يعني مثلا اكو هواي يشتكون، يا بس انا حاسبتي ثقيله، انا حاسبتي بطيئه، انا حاسبتي بالتشغيل ما اعرف شنو هيك. هاي المشاكل اول شيء قلنا تعلمنا الديفراجمنت وشون ارتب ملفاتي، وقلنا حتى مني ابحث على ملف معين راح يعرف الحاسوب مالتي شلون يوصل له بالسهوله وبالسرعه. هسه اليوم راح نتخلص شنو من الملفات الزايده. خطوات حذف الملفات المؤقته في ويندوز شنو 10 و8 و7، هذني راح يمشن على هذني الانظمه الثلاثه اللي هن تابعات نظام ويندوز، اصدار ويندوز 7 واصدار ويندوز 8 واصدار ويندوز 10، كلهم صايرين شنو؟ اطار ويندوز، بس الويندوز بي اصدارات. يعني قبل كان ويندوز 2000 او ويندوز 97، ويندوز 2000، ويندوز اكس بي، واجا من بعد الفيستا، ورا الفيستا اجا 7، ورا 8، ورا 10، هسه اخر اصدار 10. اول خطوه ناخذ المؤشر الى اعلى يمين الشاشه وانقر على بحث وانتقل الى الاعدادات واكتب تنظيف القرص في مربع البحث، ثم انقر على شنو؟ تحرير القرص. واضح؟ تحرير عن طريق ملفات غير ضرورية وتطبيق تنظيف سطح المكتب قد تكون زين. الخطوة الثانية ستأتي بعد ذلك بصندوق تنظيف القرص، اختيار محرك الأقراص، حدد محرك الأقراص اللي تريد شنو تحذف الملفات المؤقتة اللي تأثر على النظام سي، وعادة شنو يتم حفظ الملفات في محرك الأقراص. هسا احنا هاي العمليات كلها موجودة عندنا بالملزمة، بس نريد شنو؟ نريد نروح لها بالمباشر. خلي اشارككم الشاشة مالتي ونروح عليها بالمباشر. شوفوا هسا انا راح اروح على الكمبيوتر، اوكي؟ هذا الكمبيوتر مالتي. اروح وين؟ على السي، هذا السي حددته. هسا اللي جاي واضح، فتحت الكمبيوتر، هذني الاقراص مالتي سي ودي واي، ممكن تلقى اف، ممكن تلقى بس السي عندك، ممكن تلقى سي ودي، يعني من حاسبه لحاسبه تختلف. زين، كليك ايمن، كليك ايمن على اليمن على القرص المراد تنظيفه. كليك ايمن على اليمن على القرص المراد تنظيفه. هسه هاي اللي جاي واضح؟ نعم استاذ واضح. هسه اضغط كليك ايمن، اروح على اليمن، هاي بروبرتيز الخصائص. شايفين هاي اخر شيء البروبرتيز؟ نعم استاذ. نعم استاذ. اضغط عليها.
شوف هنا راح تطلع لنا هاي لو حاسه شوي من نظام الى نظام تختلف، بس كهيكليه هي ثابته يعني ما بيها اختلاف جذري. مثلا شوف خاف مرات تقع على تولز تروح على جنرال، احنا من تولز وين كنا نروح؟ على اوبتمايز اللي هي ديفراجمنت، تذكروها هنا اوبتمايز غيروها بال2010. شوف هاي جنرال، هاي فوق الجنرال شايفيها؟ نعم استاذ. هنا مكتوب ديسك كلين اب، تنظيف القرص. انا محدد له شنو؟ محدد له اللي هو شنو؟ قرص السي. شوفوا فوق لوكال ديسك قرص السي سي بروبرتيز، انا موجود يعني بخصائص قرص السي، بالجنرال موجود، وبالجنرال شنو موجود؟ هذا ديسك كلين اب. اضغط عليه، مجرد ما اضغط عليه تطلع لي هاي اللوحه، يقول ديسك كلين اب فور شنو؟ فور سي، يعني تنظيف القرص اللي هو منه السي. هذني كلهن تحددهن، كل خياراتك ذني تحددهن. شنو هذني الخيارات؟ هسه راح نحكيهن واحده واحده. شوف اول شيء داونلود بروجرام فايل، ذني البرامج اللي مرات من انزل برامج واحد والبرامج يبقى على النص ويروح، مثلا الغي اطفي الانترنت ما اعرف شنو. هنا انا راح تلقاهم زين تيمبرري انت انترنت فايل، الملفات المؤقته مال الانترنت. ايش قد هسه انا عندي؟ شوف ايش قد موجودات، 2.52 ميجا واي. زين الدايركت اكس اللي هو خاص بالكرت الشاشه، دايركت اكس شيدر كاش اللي خاص بالكرت الشاشه، انا ما عندي بي، ما عندي بي صفر بايت. زين ديليفري اوبتمايزيشن فايل، شوفوا ايش قد عندي، هذا عندي 314 هواي. زين بعد عندي ريسايكل بين ما بيها شيء فارغه، التيمبراري فايل الملفات المؤقتة ايش قد عندي؟ عندي 21.9 هم هو. زين اخر شيء هذا راح اطبقكم عليه من غير مكان. هسه مجرد ما كملت من هاي حددت يمكنهم مش اضغط. انتم وياي؟ اوكي. نعم استاذ. نعم استاذ. اضغط اوكي. يقول Are you sure you want؟ أنت تريد تحذف الملفات؟ إيه أريد أحذفهم. ننتظر. شوف هسه جاي يقول ديسك كلين أب، ديسك كلين. كمل. خلاص. هاي الخطوات البسيطة، هاي الخطوات البسيطة خلاني أروشي أربح مساحة، مساحة حرامات رايحة ما كنت أشوفها. والشغلة الثانية الحاسبة راح تصير خفيفة. هذين الملفات راح يروحون من عندي. زين اقدر ادخل على الملفات الزايده وامسحهم من غير مكان؟ من يقول لي نقدر؟ نعم استاذ. حد بيكم يعرف طريقه؟ نعم استاذ. يعرف نعم. ها نعم استاذ. شلون ادخل استاذ؟ من الكيبورد هاي مال الستارت تضغط عليها وار. اها حسين. نعم سيد. يلا زين هاي ار ديسيت ار. وين اروح بعد؟ يعني قصدك على الرن اروح؟ نعم سيد. برن شو اكتب؟ تيم يعني الشغلات المؤقته تي ام بي. نعم سيد. اوكي كونتينيو. شوفوا هذين الملفات ايش قد عندي انا؟ جاي تلاحظون؟ هذني كلهم شنو احددهم؟ شو اسوي؟ احذفهم. زين اكو ملفات ما يقبل يحذفهم، ليش برايكم؟ من يقول لي؟ سنبقى جزء من المستقبل؟ جاي استخدمهم، جاي هذا يحتاجهم النظام، يا اما يحتاجهم النظام يا اما شنو؟ يا اما انا جاي استخدمهم. مثلا اكو ملفات متعلقه ببرنامج جوجل ميت،
فما يقدر يقفل، لان انا اصلا جاي شغله هسه حاليا. واضح؟ هذني هن الملفات اللي ما اقدر احذفهم. ظلوا بس دول. زين، بعد اكو ملفات زايده اقدر اوصل لها من خلال الرن؟ نعم استاذ. ساي بروجرام شلون؟ زين استاذ، ملفات السابقه يعني نقدر نكتب برايفج. رد لي اياها. في ار في لو بي في 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 ار في ار لا استاذ، هي بس الكاتب انت صحيح الفي هاي. اي نعم استاذ. ار اي اف اي استاذ سي سي اتش ار ار سي اتش ار صار الشغلات السابقه يعني اكو ملفات سابقه باقيه بالحاسبه ما يقبلها. استاذ اللي تاكد من عندها يمكن بدال الار اتش. انا راح اعطيكم واحده، راح اعطيكم واحده طبعا وهوايكم مختصرات. هاي الاثنين بكتبناها 100% يعني استاذ نسويها؟ ها نخلي 100% قبلها و 100% بعدها. نعم استاذ. شوفوا الملفات كذا عندي هنا، طبعا القصص ما امتحهم حتى تشوفوها قدامكم. اماكم ملفات ما يقبل يحذفهم. يعني عندي 6174 ملف. تدرون ايش قد؟ واي. زين، انا بما انه الهارد مالتي مو ما صار له هواي يعني من مشتري. هسه ظلوا ذولي ما اقدر احذفهم. ليش؟ صار للمستخدمين. اها، بعد من جاي استخدمهم. زين. نرجع للملزمة. نفس الخطوات تقدر تتبعهن بالملزمة وتحذف الملفات مالتك. واضح؟ نفسين بالضبط يعني كلش واضحة، خطواتية بسيطة. خلينا نسولف على الكلين اب بعد. اكو برامج كلين اب هي موجودة، يعني مو بالويندوز هسه. هذا الطريقة اللي اخذناها طريقة موجودة بالويندوز، يعني فد اداة ضافوها للنظام هي تسوي لي تنظيف. اكو برامج هم مر عليكم برامج تنظف الاقراص. ها ما مره شباب؟ لا استاذ مستعملين. نعم استاذ واضح صحيح انتم ما مستعمليها، بس مر عليكم شايفيها سامعين بيها؟ اكثر البرامج موجوده على نظام بالتليفونات، طبعا موجوده بال انظمه الاندرويد اكثر شيء، يعني الجماعه اللي يستخدمون ايفون نظام الاندرويد يعني الاوبن سورس، الجماعه اللي يستخدم سامسونج هواوي يعني هذا الفيفو او هيك شركات، هذول راح تلقى اكو اصلا بالنظام تنظيف واكو برامج دائما تجيك على شكل اعلان. البرامج والاشهرهم اسمه كلين اب، يصير علامته على شكل فرشة. هاي الفرشة القديمة مال التنظيف قبل كانوا يستعملوها، نشوفها بالأفلام وهيك شيء، يصير هذا هاي العلامة مالته. يعني إذا
اذا لقيت لكم اياه بالنت اراويكم اياه. استاذ نعرفه خلاص شايفين. اذا لقيته بالصوره مالته حتى تشوفون طبعا يعني انا افضل البرنامج الاداه مال النظام على البرنامج. هسه تقول لي ليش؟ الاداه مصممه 100% تطابق شنو؟ تطابق النظام. فهمتوني؟ نعم استاذ. يعني مثل ما انت مبرمج وتسوي برنامج الك، مثل ما انت خياط مثلا وتخيط فد بنطرون الك، شنو راح تسوي؟ راح تعتني به وراح تخليه ضمن المواصفات اللي انت تريدها، راح تخلي مطابق 100% القياسات. ليش؟ لانه يعني انت جاي تسوي الك وانت راح تلبسه. فهنا نفس الحاله، هم من خلوا هاي الاداه، خلوا الاداه شنو؟ تطابق 100% شنو؟ النظام مالتهم. فما بيها مشاكل، دائما برامج الكلين اب يعانون من عندها. اذا تشوفون اجهزه سامسونج تلقاه ثقيل وتعبان البرنامج التليفون وقوة يشتغل، هو ما يدري يعني جاء اعلان ونصب البرنامج وقال له تنظيف وما اعرف شنو، شايفين الاعلانات مال البرامج يسوي لك اياه البرنامج بس هو بس. من تجي انت تبالع البرنامج تعبان، اصلا متعب الجهاز وماخذ من البروسيسور يتعب، يا الله يسوي هذا اللي لقيت لكم اياه البرنامج ولا هو القديم بس هسه تتذكرونه بس تشوفون اذا كنتم مستخدمين اللي اراويكم اياه. هاي هي العلامة مالته، هسه واضحة قدامكم؟ لا مستر شايفينها. لا مستر. هذا هواي مار علينا، حتى بالتليفونات موجود، حتى بالتليفونات موجود. دائما انتبهوا، يعني من تستخدمه وتكمل من عنده حذفه، كون تجيبه من الموقع الرسمي، يعني مو من اي موقع، يعني هيك مواقع عشوائيه، كون من الموقع الرسمي، كون البرنامج متاكد من عنده يعني رسمي من الشركه مالته، مو هيك اي واحد مسوي. فدائما علامات الكلين هاي هي اللي مصغر على العلامه مالته، هذا هو، هذا تلقونه بهذا الشكل، هذا ديسك كلين، هاي الفرشة اللي اقول لكم عليها القديمة. واضح؟ واضح استاذ. زين، هسه من نرجع نحكي شلون نسوي مراجعة؟ شلون ندخل على الكلين اب؟ شلون ندخل على الكلين اب؟ اروح على الكمبيوتر، حدد القرص، حدد القرص. زين، خلينا نحدد، راح احدد قرص ثاني، راح احدد هذا اللي شوفوا انه مملي عندي، فاحدده اقول له بروبرتيز. اروح وين؟ على الجنرال او ديسك كلين اب، يقول لي شو تريد من عندي؟ دايركت اكس وريسايكلين. شوفوا ما عندي صفر بصفر، من يقول لي ليش؟ استاذ ما اكون فاز زايده، استاذ ماسحني. لا هو مو ماسح هنا، انا بالحقيقه اول شيء هذا السي هذا القرص الاي انا ما مستخدمه، هاي اولا. ثانيا ما عندي برامج انصب بي ونظام واشيل البرامج واحذف برامج وانصب برامج وصور وريسايكل بينه وما ادري شنو، ما عندي، فما عندي شغل بي. يعني انا يجوز صار لي تقريبا شهرين او ثلاثه ما فاتح هذا القرص،
ولا داخلك، فما راح ألقى بي ملفات ولا بي ملفات مؤقتة اللي خاصة بالنظام، لأنه يعني النظام أصلا ما موجود عليه. خلينا نشوف الدي وأروح على الديسك هنا، شوفوا نفس الحالة. إذن من هاي نستنتج شنو اللي شوف، خلي حتى نشوف الفرق. شوف هنا عندي داونلود بروجرام فايل، عندي تيمبراري انترنت. إذن أريد أوصل وأفتح موضوع المن موضوع للمحاضرة القادمة. المحاضرة القادمة راح أفتح لها موضوع هسه. كل الملفات اللي مؤقتة اللي إلها علاقة بالإنترنت، اللي إلها علاقة وين بالبرامج، اللي إلها علاقة بالحذف، اللي إلها علاقة بالإضافة، وين تصير بيا قرص؟ بسي بسي تصير بقرص السي. إذا سيطرت على قرص السي سيطرت على شنو؟ على سرعة الجهاز وعلى أداءه. على أداء الجهاز. شلون نسيطر على السي؟ شلون نسيطر على الفعاليات مالته وحمايته وهاي التفاصيل كلها؟ راح نجيها بالمحاضرة الجاية اللي راح تكون بخصوص الديفراج العفو الديب فريز ضمن المنهاج مالتكم. عندي الملزمة ما أريد أنزلكم إياها هسه، راح أنزلكم إياها أنزلكم إياها بالأسبوع القادم. إذا حبيتوا تطلعون مجرد ما تكتب ديب فريز بالعربي بالإنجليزي راح يطلع لك هواي مصادر عليه. محاضرتنا الجاية راح نشتغل ديب فريز، راح أحاول يعني أقول للدكتورة أفتح حاسبة من الحاسبات ونسوي لها ديب فريز مباشر قدامكم، ونجمدها ونصب لها برنامج ونحذف برنامج ونشوف شنو راح يصير به. واضح؟ واضح استاذ. نعم استاذ. محاضرتنا اليوم محاضرة خفيفة، وهي هيك المحاضرات مالتكم بعد محاضرات خفيفة مفيدة للنظام مالتنا بما انه احنا جاي نشتغل انظمة التشغيل. اذا تحبون انتم يعني اذا بعضكم او يعني الناس اللي تحب تشتغل على انظمة مثلا يشتغل على النظام الماكنتوش على اليونكس الجسمة اذن الانظمة البقية خلي يبحث لنا يشوف شلون طريقة الديسك كلين اب، يعني شلون تنظيف الاقراص بيها، وهل بيها لو ما بيها. فبحثوا عليه واللي يريد يجينا يشرح لنا اياها ننطيه مساحة يشرح لنا اياها شلون يصير. واضح؟ ان شاء الله استاذ. واضح. بالمحاضرة السابقة طلبت من عندكم انه تسوون تقارير مو هيك؟ نعم استاذ. نعم استاذ. كان على شنو؟ مقارنة. الفرق بين ال بين الهاردات. الهارد الاس اس دي والاتش دي دي مو؟ نعم استاذ. اي زين هسه منو ناخذه نسولف نتناقش ويا اثنين نريد؟ سادانة مصطفى. وين مصطفى عبد الزهرة؟ اليوم اسمه صحيح شاجر. اي مصطفى. اي نعم استاذ. انا هو رئيس قسم مو رئاسة القسم. اي مصطفى شنو ابتهمت من الهارد الاس اس دي والاتش دي دي؟ سادول الهارد بشكل عام. ايه الهارد بشكل عام موجود جهاز كمبيوتر يخزن كل البيانات المستخدمة نعم استاذ ويخزن كل المعلومات والبيانات والبرامج وحتى النظام اللي يستدعي.
صار هناك في نوعين، صار هو الـ SSD والـ HDD. زين. نعم استاذ، صار الـ HDD أقراص تقليدية، يعني استاذ شنو تقليدية؟ تقليدية يعني المحتاجين عليها أغلب أجهزة الحاسوب، يعني قديمة المحتاجين عليه. استاذ تجي بأحجام مختلفة، استاذنا هذا الـ، نعم استاذ. شرح استاذ بعدين يعني. الـ SSD هو قرص ثابت بمعنى لا يحتوي على حركه ميكانيكيه، استاذ يختلف عن الـ HDD. استاذ الـ HDD يتم عن طريق حركه الاقراص عن طريق رؤوس ثابته، هذه الرؤوس تولد وجود بها مغناطيس موجود داخل القرص وداخل الأبرة الرؤوس. استاذ من خلاله بين هذه المغناطيس يولد اشارات كهربائيه، هاي الاشارات الكهربائيه هي المعلومات الموجوده داخل القرص. استاذ المقارنه استاذ هنا المكونات، من حيث المكونات الـ HDD مكون من رؤوس قراءه وكتابه، بينما الـ SDD من خلايا كهربائيه، يعني ما يحتاج اقراص ورؤوس دبابه، يحتوي على خلايا كهربائيه. السرعه استاذ ابطا مقارنه بالـ SDD، يعني سرعه تقريبا 10 مرات. الأداء بطيء هنا أسرع 5 مرات. متوسط سرعة النظام، يعني تشغيل النظام يستغرق مثلا 40 ثانية للويندوز، بينما بالـ SDD يحتاج ل 20 ثانية. التجزئة، استاذ التجزئة يتأثر على 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 مر الزمن. استاذ شلون يعني تتأثر؟ احنا بعد بالـ SDD، نعم استاذ. التجزئة الديفراجمنت اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة، اي كمل. نعم استاذ، استاذ يتأثر عليه، استاذ يعني خلال مرور الوقت الملفات الزايدة تحصل بها فراغات بسبب بطء هذا القرص، فما يعني يقوم على التجزئة بشكل كامل، بينما بالـ SDD بسبب سرعته يقوم يتخلص بالتجزئة ويقللها، يعني ما يأثر على الهارد بشكل عام. نعم استاذ، سرعة نقل الملفات أبطأ بالنسبة للـ SDD. الوزن يكون أثقل، ليش استاذ؟ لأن يحتوي على أقراص، من الأقراص استاذ الـ HDD أثقل لأنه يحتوي على أقراص معدنية، بينما الـ SDD وزنه خفيف، يعني مكون من شرح كهربائية. نعم استاذ، استاذ السعر منخفض وبالـ SDD مرتفع، تأثير الصوت معدوم. استاذنا هاي النقطة أنا شو بالعكس، المفروض الـ SDD معدوم والـ HDD واضح بسبب حركة الماتور، يعني استاذ لأن أقراص يطلع صوت بالحركة. أنتم شايفين هسه هاي الصورة قدامكم؟ ها شايفين؟ هذا يفتر، وطول ما يفتر أنت تسمع الفرة مالتي، خلوها ببالكم يعني هذا الموضوع. هذا الـ SSD هذا كهرباء، ذاكرة فلاش، هو صحيح يعني ذاكرة فلاش بس مو اكزاكتلي يعني. زين مصطفى، كم نوع موجود من الـ SSD وكم نوع من الـ HDD؟ استاذ الـ SSD موجود بأنواع مختلفة. ايه نعم استاذ، استاذ ذاك اكو واحد يسمونه الـ W نبيوم. نعم استاذ، نعم استاذ، اسرع شيء موجود على الكمبيوترات بالعالم نبيوم، موجود حتى متوفر عندنا بالاسواق العراقيه يعني. زين نعم استاذ، حاليا سؤال بدي اسالك اياه. نعم استاذ، لو كنت انت مقتني حاسبه ماشي بعد ما طلعت على الهارد الـ SSD والـ HDD، شو تفضل انت برايك؟ تفضل الـ HDD لو الـ SSD؟ استاذ الـ SSD. ليش؟ استاذ لان سرعته اعلى، الاداء، سرعة الوزن يعني هيجي. اي نعم استاذ. زين والتكلفه؟ استاذ بالنسبه للتكلفه عاليه، بس يعني استاذ احنا دائما ناخذ الافضل، حتى وان كانت التكلفه عاليه ناخذ الافضل اللي يرفع من اداء الحاسوب. زين هسه انت كاستخدام شخصي، انا هيك ارد اسال بعد ما سويت تقرير وفهمت شنو الهارد HDD والهارد SSD. نعم استاذ، كاستخدام شخصي
يعني شنو الاستخدام الشخصي؟ مثلا انا كحمزه اشتغل مثلا اوفيس واشتغل انترنت، يعني اتصفح انترنت، ما عندي العاب مثلا، ما العب العاب، يا دوب ايميل اوفيس انترنت، هل راح يفرق عندي الى اس اس دي على اتش دي دي؟ لو ما يفرق، لو فرق قليل حتى ما ياثر. انت يعني استاذ قصدك من ناحيه التخزين او من ناحيه السرعه وشنو يعني؟ انا من ناحيه شنو؟ انا استخدامي استخدام شخصي، انا استخدامي استخدام شخصي. نعم. والشخصي شنو يعني؟ اوفيس انترنت تصفح، ما عندي يعني مونتاج، ما عندي العاب جيمينج وهيك وهاي السوالف، ما عندي يعني استخدام شخصي بسيط. هل اروح احول على اس اس دي لو ابقى على اتش دي دي؟ استاذ على الاتش اس دي، لان استاذ الاشياء تستخدمها محدوده، يعني مو ما يحتاج لها السرعه واداء اعلى. فرق قليل يعني ما راح ياثر. نعم استاذ، فرق قليل. نعم استاذ، لان اشياء شخصيه يعني بسيطه مقارنه بسعره، يعني ماكو داعي. اذا انا كنت اشتغل العاب ومونتاج وهيك تفاصيل فاحتاج اس اس دي، اكيد نعم احتاج اس اس دي، لانه انا احتاج سرعه، احتاج. زين، بعد اكو سؤال ثاني. نعم استاذ. لو كان المعالج مالتي ضعيف راح يتاثر الهارد؟ راح ينطيني اداء سريع؟ مثلا خلي نقول انا عندي حاسبه كور اي 3. زين، الحاسبه كور اي 3 قديمه والبروسيسور مالتها ضعيف، اذا بدلت الهارد مالتي الى اس اس دي راح تتعالج هاي المشكله الثقل والتعليق وهاي، لو ما تتعالج؟ لا استاذ ما تتعالج. لا استاذ، الاس اس دي سرعته استاذ مثل فائقه، يعني يراد له فد معالج يعادل هذه السرعه بحيث يعني يكمل الاداء مالته. يعني اذا استاذ اذا كور اي 5 واس اس دي ما حيسوي شيء. احسنت. نعم استاذ، ماكو فائده. احسنت، شكرا لك وتقرير كل شيء. العفو استاذ، وشرحك بعد احلى. شكرا. يلا الطالب الثاني منو يريد نناقشه؟ بعد واحد ناخذ من عندكم. خلي الفائده اللي يريد يناقشه نختار انا من عندكم. اختار انا. دعاء جمعة. دعاء جمعة. موجودة دعاء؟ دعاء جمعة ما موجودة؟ دعاء جمعة سمعيني؟ النت ضعيف، ما جاي اسمعك. بس هذا الصوت شو مال من ضعيف؟ هسه زين؟ ضعيف ما جاي اسمعك واضح. يلا ماشي، ناخذ غيرش. يعني حتى لا تصير احراجات، خلي واحد يتطور. احمد كناوي؟ احمد موجود؟ احمد اصلا ما مسلم. لا مو مسلم والله. احمد موجود؟ احمد موجود؟ ما موجود احمد. زين، إسراء ستار؟ يعني أشرح بالملزمة يعني هذا التقرير؟ إسراء ستار راح بعد حق السؤال. إسراء ستار؟ نعم أستاذ موجود. يلا إسراء. نعم أستاذ.
إسراء شنو افتهمتينا من ال شنو افتهمتي من التقرير؟ أستاذ أول شيء القرص ال HDD يعتمد تخزينه على تخزين غير كهربائي، يعني شنو ما يفقد البيانات المخزونة الموجودة بداخله إذا فصل عندي الكهرباء. والأقراص الأقراص HD تعتمد على تخزينة HDD مو إيه نعم أستاذ، بتكون يعني التخزين مالته غير كهربائي، لا بيانات اللي مخزنة ثاني بداخلها عندما أفصل الكهرباء مالته ما راح أفقدها. وهذه الأقراص تكون بشكل أساسي هي أقراص معدنية وتكون مغطاة بطبقة مغناطيسية. وهذا ال نعم أستاذ، وتسجل هذا الغطاء اللي تكون به البيانات على بتكون شلون احنا القرص مالتنا راح توجد به رؤوس للقراءة والكتابة عندما يدور القرص. زين. أستاذ وأكو به هذا ال HD أكو به سلبيات وإيجابيات. السلبيات مالته أول شيء إنه الضوء بالمحرك يتناوب القرص مالته. الضوضاء الضوضاء. عفوا أستاذ الضوضاء. إيه. أستاذ وسرعة القراءة والكتابة مالته تكون منخفضة. زين الايجابيات كاتبه بالايجابيات سعر المنخفض من الواحد جيجا، اسال من المعقول اكو واحد جيجا بالوقت الحالي؟ استاذ هو مو موجود بس يعني غلطت به، هو لازم من 2 واصعد 2 4 8 1 تيرا خلي يكون 1 تيرا. اي استاذ صح اي 1 تيرا بايت يعني حتى نواكب شويه الـ 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 الوضع الحالي. زين كمية كبيرة من التخزين بيانات إيجابياته، يعني ذاك هم راح يخزن بيانات، يعني هاي ما تعتبر إيجابية إلي بس سعره منخفض تعتبر إيجابية إلي بعد. زين من سلبياته HDD هو كبر حجمه وثقل وزنه، يعني عنده وزن هو، يعني تعرفون هواي بتفاصيل فبي وزن وحجمه اكبر من حجم الاس اس دي، يعني الاس اس دي هسه صار حجمه بحجم الرام المال حاسبه، الرام مال حاسبه صار تقريبا بحجمه هذا النيفيوم. الايجابيات لا ضجيج، سرعه عاليه في القراءه، اقل عرضه للفشل، تكلفه عاليه للواحد جيجا بايت، الفرق بين الاقراص. زين عاشتيدكم التقارير البقيه اريد تحضروا لي نفسكم تقرون تقاريركم بالمحاضره القادمه نتناقش